من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا مثيرة للغبار نهارا، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تصل إلى 40 كيلو مترا في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مريم الشحي متنبئ جوي من المركز الوطني للأرصاد. أهلا بك معنا في أخبار الدار. أهلا بكم. بداية، لو تحدثينا عن المنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به الدولة خلال هذه الأيام. طبعا بالنسبة للوضع الحالي، يتواجد المنخفض الجوي بالقرب من السواحل العمانية مصحوبا بتشكلات مختلفة من السحب يتخللها بعض السحاب الركامية الممطرة على البحر. ومن المتوقع تحرك المنخفض إلى الجنوب الغربي باتجاه جنوب عمان ويضعف مع المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، ويصبح محدود التأثير على الدولة، مما يؤدي إلى تأثر الدولة برياح شرقية وشمالية شرقية محملة ببخار الماء من بحر العرب، ومع وجود الجبال وارتفاع في درجات الحرارة يعمل على تكون بعض السحب الركامية الممطرة. فبيكون الطقس خلال الأيام القادمة من يوم الأحد ليوم الخميس وسط السحب الركامية الممطرة المحلية موجودة خاصة على المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها، وتمتد على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة. انخفاض في درجات الحرارة. نعم مريم، لو تحدثينا عن جميع الجهات المعنية على أهبة الاستعداد للمتعامل مع المنخفض الجوي القادم، بالنسبة لكم ما هي الاستعدادات والجاهزية؟ طبعا تم التحذير وإرسال التقارير للجهات المعنية لأخذ الإجراءات المناسبة عند تأثر الدولة بالحالة الجوية. وطبعا المركز الوطني للأرصاد يعمل 24 ساعة، فنوصيكم فقط بالمتابعة لآخر المستجدات. نعم، ما هي الخطوات الواجب على الجمهور اتباعها في الأحوال الجوية المتقلبة؟ طبعا في البداية أول شيء يعني ننصحهم بأخذ المعلومات من المصدر الرئيسي، ونوصيهم عند هطول الأمطار يأخذون الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمع المياه، وأخذ الحيطة والحذر عند انخفاض الرؤية الأفقية. نعم، كانت معنا عبر الهاتف مريم الشحي متنبئ جوي، شكرا لك على هذه الإفادة.